شلون شباب معكم اترو طلب صغير اريد منكم اللي ما مشتري خليه يشترك ويفعل زر التنبيهات واهم شيء اريد هدية منكم صغيرة انكم تخلون اللايك وخليكم مع المقطع. شلون شباب معكم انتم اليوم جبناكم فيديو جديد على قناتي اترو بلس. نعم حبايبي عندي قناتين، قناتي اللي بيها اكثر من 1,500,000 مشترك اترو، لكن هاي قناتي اسمها اترو بلس باللون الفسفوري، راح تكون فقط للكول اوف ديوتي والصناديق البوبجي. لكن تعرفوا الشباب، خلينا ندخل مباشره بالحماس. اليوم راح نفتح صناديق الفايكنجز اللي نزلت قبل دقيقه بالضبط، تمام حبايبنا. لكن تعرفوا بكل فيديوهاتي قبل ما افتح الصناديق انا اوزع شدات للجمهور مشاهديني ومتابعيني، ففيديو اللي فات طلبت منكم انكم تروحون تشتركون بقناتي اللي بيها 1,500,000 مشترك وتفعلون الجرس، وراح اعلم الفائزين في هذا الفيديو، راح اقول لكم الفائزين شنو هم، وبنفس اللحظه هذا الفيديو ايضا حيكون فيها جوائز لكم انت، الجزء انتم حتكون فائز، فايضا راح يكون فيها جوائز وتوزيع شدات بهذا الفيديو ايضا. فاول شيء خلونا نعلن عن الفائزين الفيديو فات. اول فائز راح يجي الصوره بالشاشه، تقدرون تتواصلون معهم شباب وتتاكدون بنفسكم. اول فائز اسمه فيديو فات اسمه غيث، فاز 700 شده، والثاني فائز اسمه ساحرهم، وبهذا الفيديو ايضا حيكون فيها فائزين وجزء انت حتكون فائز. لكن انتظر بنص هذا الفيديو راح اقول لك شنو هو المتطلبات عشان تفوز هذا الفيديو 700 شده او الرويال باس. فخلونا اول شيء، انا متحمس شباب وعندي 11,000 شده و121، اللي متحمس فيه اكثر شيء انه الملابس الفايكنجز، والاكثر شيء هو هذا. طبعا كلنا متحمسين لهذا الشيء ونريد نحصل عليها بالزحمه، انا اقول لان جدا جدا اسطوريه. 10 سحبات ب 1080 شده، وسحبه واحده 120 شده. الباك باك حلو كثير كثير، ما راح اطول عليكم. اللون الاس كيس الدي ام ار اسطوريه، خشبه مع الذهب قديمه. اللون ام 16، يمكن كلنا عندنا مع رويال باس احلى واحده ام 16. عندك هذا يمكن تكون الفاس، مكان الفاس، ملابس الفته مال الفايكنجز، وهذول الفايكنجز يمكن بالجنوب شمال اوروبا، يم السويد النرويج، هذول القدماء قبل الاف السنين، حلوه ملابسهم. فأنا متحمس ونقول بسم الله ونفتح 10 مرة واحدة. أو طاوة ما شفناها. أوكي. طاوة حلوة بصراحة، الطاوة حلوة وهذا حلو، بس خلينا نشوف شو شون سنت. أوكي خلينا نشوف الطاوة والمكانية سلاح الميني بوبس. ها هذا الطاوة واحدة. أوكي لا ما هذا هو، نزل تحت يعني. اوكي وهنا مكان السيف، موافق. اوكي حلو تمام. نروح نفتح بعد، متحمس انا هوايه. هذا حصلنا عليه الفيديو، تقدرون تشوفوه تحت، حصلنا على هذا وفتحنا على كثير اشياء كلها حصلنا، بس هسه نريد هسه هذا. نفتح بعد 10 مره واحده، ليش لا؟ مستحيل اول مره احصل على ثاني سحبه ملابس اسطوري، اللي يعرفني راح يعرف شخصي. لا مستحيل يعني، خلاص مره واحده حصلنا عليه، خلاص انتهى، ما يفيد. شوف واو اوكي خلاص، هذا احلى احلى من اللي ها. باراشوت، ظنيت حركة يا جماعة، باراشوت ما ادري ليش خلوه باراشوت. اوكي ما علينا، خلينا نشوف بعد ونفتح. لا هذا كانت هذا حصلنا عليها. اقول صدقوني شباب، بصراحة انه انا اهم شيء كان هذا اللبس، الفوق ما يعجبني ابد، مو حلوة.
الاهم شيء والاسطوري باللون الاحمر هو هذا. كان يجوز يمكن كنت اصرف مئات الدولارات وما حصل على هذا، بس سبحان الله ثاني سحبه حصلنا عليه. فايش راح نقول؟ مباشره ننتقل لوين؟ ننتقل هنا. ليش ننتقل هنا شباب؟ اريد السكراب، هذا السكراب اريده عشان نطور بيه الام 4 او الاي كي ام. فيمكن يلا ما خليق لكم نفتح 10 من هذول، هم من هذا اللي اجت هسه. ايه عرفت، لان انا حصلت اللي اريده شباب، خلاص انتهى، حصلت اللي اريد، الاهم شيء هذا. خلينا نروح كلاسيك ريت، لا خلينا ناخذ هذا ونفتح. اوكي اوف، اوكي كلها عاد تجيني، بس حلوة انه ما ننسى. اوكي يعني لازم انسى انه هذول القطع من الصناديق اشوفوها اثنين باثنين، هذول اذا نجمعهم نسوي 10 نحصل على صندوق واحد. فلا ننسى نهاية الفيديو راح نفتح كلهم. باك باك، اوكي حلو. هنا ايش صار؟ سنت هنا عندنا شيء، كل ما افتح يمكن 20 30 صندوق يسمح لي افتح واحد مجانيا. خلينا نفتح، نجيك مرتاح 25% ونروح مرتاح من جديد. نرجع ونفتح بعد 10 مرة واحدة، عدنا اياه هذا، حصلنا عليه هسه، حصلنا هاي شلون شنطتين مرة واحدة. اوكي موافق، وصل 36%، ونفتح بعد 10 مرة واحدة. اوكي ونفتح بعد 10 مرة واحدة. حصلنا عليها ايضا. ها صدق هذا اسطوري، يجي فرو على كيفه، مستحيل. وصل 70%، اوكي قريبين قريبين احنا، بس ما حد يشوفون على يساركم يفروا يعني اسطوري، ما اصدق اسطوري يعني شيء طلع لنا. اذا تركزون زين زين شوف دار، اجانا هذا. وصلنا 100 على 100 ونفتح واحد مجاني. اوكي عجيب، ظن راح يعطيني القطعة. ونفتح بعد مرة الثانية، كلها نحصل هذا عجيب. وآخر سحبة جو سكار. اها وبعدين نفتح اشرب. نجي هنا واحد واحد، اوه 70% ويلي كلوز. سموك دخان اللي تجي من الطيارة، وبس عدى بعد شيء ثاني. نفتح بعدين الجزء الثاني، عدى شيء ثاني، صناديق كلاسيكية. خلينا نجمع نشوف شو قد وصلنا هنا. 9 8 8، 8 صناديق. اوكي ونروح نفتحهم الكلاسيكية، ما عندي حظ بالكلاسيكي، عندي اياه هذا. عندي اياه ايضا. شباب حبايب مثل ما شفتوا، بس حاب اقول لكم شو تسوون عشان تفوزون بهذا الفيديو، والجائزه راح تكون 700 شده. خطوات سهله شباب، واللي يسوي هذه الخطوات حفوزه 700 شده. عندي برنامج هو يختار بنفسه اللي يسوي هذول الخطوات. شنو هو الخطوات عشان تفوزون بهذا الفيديو؟ اول خطوه انك تشترك بهذه القناه اتو بلس باللون الفسفوري اذا ما مشترك، ثاني خطوه انك تخلي لايك لهذا الفيديو اذا ما مخلي لايك، والثالث خطوه والاهم انك تروح لقناتي الاولى اسمها اترو باللون البرتقالي، فيها 1,500,000 مشترك، تشترك فيها اذا ما مشترك. وزائدا اخر فيديو نزلته على قناتي اللي فيها 1,500,000 مشترك، اتعلق ايدي واسمك لاخر فيديو نزلته، لان راح اختار فايزين من هذاك الفيديو.
اي دي واسمك باللعبه، تمام حبايبنا؟ اللي يطلب منك يقول لك انا اترو، اعطيني فيسبوكك، اعطيني ايميلك، اعطيني رمزك، لا تعطي ابدا، تمام؟ اسمك واي دي مالك خليها على قناتي الثانيه بالاخر فيديو نزلته، وانا اجي اختار واحد من ذوك الفائزين واختار واحد منكم، تمام حبايبنا؟ اتمنى ما طولت عليكم وما سحقت كثير، واتمنى للجميع التوفيق، ونشوفكم في فيديو جاي. تشاو.